فكرت بصنع المكبس المدرسة، قالوا بدكم تصنعوا قوالب مشان الدريس الفصة للشتي تقيموها، يعني قبل ما نقيمها للشتي من تدريب المدرسة، ومن جابوا لنا آلة قالب صغير يدوي كبس أو بالإيد أو بالإجر أو بالكذا، يعني أنا خطر على بالي نسوي كبس يدوي شخص بيحسن يشتغل عليه لحاله، أحسن ما هذيك بده واحد يدوس واحد يربط واحد شخص لحاله كافية له وزيادة. كنت عم بزرع الفصة من 7 سنين تقريبا، تعلمنا من المدرسة، علمونا شلون ايه ما تحشى، بس ما ازهرت 10% تقريبا، كل 20 يوم كل شهر نحشها ونكبسها ونقيمها للشتاء. بالنسبة للمنتوج الحليب زاد تقريبا 3 إلى 4 كيلوات، هي قبل كل شيء، ووفرت نص العلف المركز. والله المكبس انا ان شاء الله لا المدرسه ولا لضيعتي، ومين يحب نساعده بده وحده مثله جاهزين نصنع له وحده مثله نفسه، بعطيه الفكره وبساعده بصنعه.